مهمه صعبه ولكنها بالتاكيد على الاهلي وعلى روح التيشيرت الحمراء ليست مستحيله. بالمناسبه لاعبتنا كمان يمكن مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم على الوضع بالنسبه لعلي لطفي، والحقيقه اتكلم كابتن سيد وقال انه ثبت سلبيه مسحه كورونا لحارس المرمى علي لطفي واللي اجراها مؤخرا، وقال ان لطفي هيخضع بكره ان شاء الله لمسحه طبيه جديده، وفي ضوء نتيجتها يتحدد بقى ان شاء الله موعد رجوعه وعودته مره ثانيه لتدريبات الفريق الجماعيه. يمكن الحقيقه علي لطفي يمكن غاب عن قائمه الفريق خلال الفتره الاخيره طبعا بسبب ظهور مسحه ايجابيه ليه في فيروس كورونا، وقعد ليها في فتره يعني علاج وعزل لغايه ان شاء الله باذن الله لما نطمن من سلبيه المسحه اللي جايه ويرجع مره ثانيه لتدريبات طبعا بالفعل. نرجع بألف سلامة ترتيبات الفريق، نروح بقى